السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الإعلام المصري، وين المصريين وين يقللون من شأن المنتخب الوطني قبل مباراة الفاصلة يعني المؤهلة للمونديال. انا واحد من الناس باين نقول لكم نعطي رايي كيما هكا، انا ماذا بيا هاد المصريين، وانا نعطيكم باش يكون على في علمكم وين مصر غادي تلعب مع المغرب مباراه فاصله، غادي تلعب مع المغرب. حنا غانا ولا الكونغو الديمقراطيه؟ قولوا لي ملي شاني نقول لكم مركوها عندكم 18 ديسمبر تبان مصر غادي تلعب مع المغرب. حنا غادي نلعبو يا مع غانا يا مع الكونغو الديمقراطية، هادو زوج تاع ليغا خويا. أنا واحد من الناس نتمنى من قلبي كاع ما نطيحوش مع مصر، ليس لأنهم فريق قوي بل هو أضعف فريق في 9 فرق اللي تأهلوا، لكن باش نبعدو هاد السانتين الرهج اللي عندهم وهو الإعلام تاع الذر تاعهم وجايحين. صح، اخر خرجه اعلاميه شاهدنا كيفاش الرهج تاعهم اللي في قلوبهم مازال حاقدي، وين مازال حقد كبير لكل ما هو جزائري. قال لك لو كان التاهل بمواجهات مباشره لتاهلت بوركينا فاسو، لكن للاسف تاهل بالاهداف. شو كيفاش قالك التأهل بالأهداف، وين حنا مايغري فتنا ب 14 نقطة، هما 12 نقطة، هكاش تاع التأهل بالأهداف ولا هما داروا ماتشين الله يسهل عليهم تحملوا المسؤولية تاعهم. حنا درنا ماتشين بصح تأهلنا واك وربحوا، ودرنا ماتشين 2-2 واك كانت غادي كنا غادي ما نفوتوش، خاطش على عندهم درنا 1-1 ولا هنا درنا 2-2 باش يكون على بالكم. قلنا غادي ما تأهلوش، ربي جابها الحمد لله يا ربي. ولقجع الحسابات اللي دارهم خرجوا له قافو على خرجوا له فو على لقجع، كو خلى بوركينا فاسو تلعب في بلادها بالك غادي يربحونا. لقجع كاع الحسابات اللي دارهم خرجوا له زيرو. على هذيك انا نتمنى ان شاء الله بلي هذا الفريق هذا البلاد ما تلقاناش، المنتخب هذا ما يلقاناش صامتين وندخلوا معاهم فيها، ندخلوا معاهم في كلمة. حنا باغيين، حنا جزائريين نبغوا كرة قدم، الشيء تاع شوف على بالك الناس اللي ما عاشوش 2018 2008 و2009 2010، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله لا داروا صوالح اللي ما هادي شو هادي باش نوريو لكم غادي شكون من غادي يروحها روح هو شكمتو ما ميكملت البارتيه في الستاد، جابوكم في لوطو قالوا لكم قطعوا في الستاد، قطعوا تبقاو نتوما كاع العام كيما هاكا الستاد كي والو حنا كي والو. عجبت نطلع لكم واحد الفيديو، سمحوا لنا دقيقه برك، سمعوا معنا سمعوا معنا هذو مصاروا هذو سمعوا معنا سمعوا. بكل روح رياضيه ما ظنش ان انا هشجعه، يعني بكل روح رياضيه ما ظنش ان انا هشجعه، مش عشان حاجه، لا دي حقيقه، يعني انا يمكن اول مره اقول حاجه زي كده وانا زي هو رايح كاس العالم. بكل روح رياضيه بكل روح رياضيه ما ظنش ان انا هشجعه، يعني بكل روح رياضيه ما اظنش ان انا هشجعه، مش عشان حاجه، لا دي حقيقه، يعني انا يمكن اول مره اقول حاجه زي كده وانا مش عاوز اصلا اتكلم على ماتشات الجزائر والحاجات دي كلها، لكن انا مش هشجع الجزائر. هم بيقولوا احنا عرب واحنا اشقاء والكلام ده، لكن انا مش هشجع الجزائر. ايوه بس تعرفوا بس تعرفوا بس تعرفوا مليح. الناس اللي يقول لك تاع فتنه، لا فتنه لا والو، ما على بالي بيهم كاع، وين حاطين انايا؟ نحوس على روحي نحوس على بلادي،
حوس على بلادي. السمش نسيبورتيها مي تكون فوق بلادي، تغيب تروح هاك ولا تشرق ولا ما على باليش، حوس مي تكون فوق بلادي السمش هذا مكان. ويصب التحاليل اشهر مؤثرين الاعلاميين المصريين حول طريقه تأهل المنتخب الوطني للدور الفاصل من تصفيات كاس العالم المقرره في شهر مارس من العام المقبل في شكل مواجهتين فاصلتين ذهاب واياب، ويتأهل منهما صاحب الافضل نتيجه الى مونديال قطر في محاوله انقاص من شان محاربي الصحراء قبل مباراه السد. وحسب الحارس الدولي السابق المنتخب المصري احمد شوبير فان المنتخب الوطني بطل، وإن القارة السمراء التي كان يلعب الجميع أصبح لا يفزع منافسيه، والدليل على ذلك فشله في الفوز على منتخب بوركينا فاسو ذهاب وإياب. وقال هذا اللعاب هذا في برنامج على قنواته المصرية بعد مباراة بوركينا فاسو: المنتخب الجزائري ليس المنافس الذي لا يمكن التفوق عليه مثل ما يتصوره البعض، فهو يملك نفس الحظوظ مع المنتخب المصري 50-50 في حال مواجهته في مباراة فاصلة. مضيف: الجزائر فشلت في الفوز على أصعب منتخب في مجموعته المنتخب بوركينا فاسو الذي يأتي في التصنيف الثالث إفريقيا، تعادل أمامه ذهاب وإياب، وفي المباراة الأخيرة وين وقف الند للند أمامه وتعادل معه حتى وين أشقائنا في الجزائر عاشوا فترة صعبة مع نهاية المباراة من تخوف من النتيجة. وفي نفس السياق حاول خالد الغندور لاعب الدولي السابق للمنتخب المصري التقليل من قيمة أبطال إفريقيا قياس على نتيجة مواجهتين أمام منتخب بوركينا فاسو، مشير إلى أن الخضر فشلوا في فرض منطقهم على منتخبات المجموعة الأولى بالرغم من سهولة مجموعته. وقال: المنتخب الجزائري تعادل مرتين أمام بوركينا فاسو ولم يتمكن من الفوز عليه في مباراة التي لعبت خارج أرضه بالمغرب ودون جمهور، وحتى عندما لعبت الجزائر فوق ميدانها وبمساندة الجمهور تعادلت أمام منتخب بوركينا فاسو الذي يتواجد في التصنيف الثالث للفيفا. هذه النتيجة تبرهن بأن كرة القدم ليس لها كبير أو صغير. الله ماذا بنا، أنا واحد من الناس ماذا بيا ما نلعبوش معاه، ماشي خايف منهم. انا نشوف بلي مصر اضعف منتخب من 9 هذول اللي تاهل، انا نشوف كيما هكا. بصح وين كنا ننبه منهم، انا كنت ننبه منهم، انا كنت نقول بلي هذا الاعلام اللي راه غير الجزائر 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 فيه خبث فيه حاجه. ايا كانوا يكومونتو على بالك وين لحقت هذو، كاين واحد اليوتيوبر مصريين وين لحقت جزائريين ولا يقولوا لهم قصفوا لنا شوبير قصفوا لنا شوبير دي زد. هذو جزائريين علاش وليت ديفوا نسمع هكا يعايروهم وما ردش؟ كنت بكري واحد يعاير رد، واحد يعاير من رد من صح من بعد صايك علاه على من ترد؟ مين ترد؟ يخرج لك واحد يكومونتي عندك سيدي يدلو كيما هذا ما يشرفناش. انا نشرف الجزائر، انا مانيش نشرف فيك انت ولا حاجه، انا نشرف الجزائر. شو اليوم راكم كاع فلان نهضر في الجزائر، الغندور عاير الجزائر، اودي مشي غادي عايرك، غادي الا عنده تصويره تاع اختك غادي يبينها ديريكت، كون طيح معاه يبين لك تصويره تاع اختك نورمال. عندك لا ما راهمش دخلوا عندكم الجاوه هنا، عندك لا ما دخلوش الديار نورمال وصوروا، الله يجعل الكونيكسيون كانت مقطوعه مي دخلوا عندكم للديار. هذه اللي نقولها، الله يجعل الكونيكسيون كانت مقطوعه وتستاهلوا. كان اللي يقول لك نديروا الجنسيه المصريه، ماشي طايق تيبيعوا الفريقو باش يديروا لك بلاصه في داركم، تيبيعوا الفريقو باش يديروا لك بلاصه، تحوز على الجنسيه واحد مصري ما تدل معاه انت الجنسيه، ما نزيدوش لا بدل معاه انت روح مصري وهو يجي جزائري وخلاص. كاين اللي مسكين راه يرقد في الدوش فوق الاخرى تاع الدوش يدير لوحه ويدير المطرح تاعو يرقد، وانت تحوس على الغاشي يديروا جنسيه هنا، وين باغي يدير جنسيه؟ وين وراك باغي يدير جنسيه؟ كاين اللي يرقد في المقبره، هارم وراهم لي فيديو شناهم
منكم باطه.